لن ننتقل وإياكم ونشاهد معكم استعدادات الصلاة على جثامين ضحايا حريق كنيسة إمبابة، والتي كانت مراسلتنا قبل قليل رندا أبو العزم متواجدة في هذا المكان، وقد تحدثت عن حجم الزحام في هذه الكنيسة لإقامة الصلاة على جثامين ضحايا حريق كنيسة إمبابة والتي تمت اليوم صباحا، واستفاقت مصر على هذه الفاجعة. تتابعون معنا مشاهدينا كثافة الأعداد داخل الكنيسة وأيضا خارجها، كما أشارت الزميلة رندا أبو العزم أن فيها أعداد كبيرة وما زالت أهالي الضحايا يتوافدون بالتضامن من المجتمع ومن السكان القاطنون في حي إمبابة، وتضامن الناس مع بعضهم في مثل هذه الكارثة. نتابع ونسمع. تتابعون معنا أيضا حضور القساوسة إلى مكان إقامة الصلاة واستعدادات الصلاة على جثامين الضحايا. نلفت النظر أنه أغلب الضحايا هم من الأطفال لوجود حضانة كانت في هذا المبنى، وبالتالي الأعمار متفاوتة ما بين أطفال وكبار السن، لوجود كبار السن أيضا وأهالي الأطفال كانوا متواجدين لإقامة الصلاة في الدور الثالث أو الرابع بحسب ما أفادت المعلومات، وهو الدور الذي تم فيه الحريق، وأيضا الدور الذي انفجرت في أجهزة التكييف في نفس الطابق الذي كان في حضانة الأطفال. هذه الصور التي ترونها الآن هي مباشرة، وهي استعدادات الصلاة على جثامين ضحايا حريق كنيسة إمبابة. كانت معنا على الهواء أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي، أشارت إلى أن هناك إجراءات وتضامن كثيف من الدولة مع الضحايا وذوي الضحايا أيضا بتقديم المساعدة المادية العاجلة بالنسبة لمن توفوا، فسيقدم لهم 100,000 جنيه، وبالتالي المصابين ستصل إلى 20,000 جنيه، ما بين 10 إلى 20، وبحسب أيضا تطور الحال. أغلب الحالات تعرضت إلى الاختناق أو وجود كسور، لكن لا يوجد حالات حريق من الدرجة الرابعة الثالثة أو الرابعة، كما أشارت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي أثناء تواجدها معنا على الهواء. سألنا أيضا أنه ما هي الإجراءات التي ستتخذ لتفادي مثل هذه الحوادث التي تتكرر